الجزائر بين الورى وتشرق شمسا لعهد جديد. هذا هو الإبداع من جمعية أنغام الغرب التي أتتنا من مدينة مغنية. هذا هو إبداع أستاذها والقائم على الجمعية أستاذ سوسي يوسف. دوام التألق والتوفيق لهذه الجمعية ولهذه البراعم أصحاب الأصوات الشجية. حضورنا الكريمة، على يمينكم وعلى يساري صورة جميلة ماتعة جمعت بين التراث والجمال والأناقة. صورة رسمتها فرقة نادي الإبداع الفني لأولاد ميمون للباس التقليدي برئاسة يوسف بوسعيد ومساعدة قاسمي حسين. إذن أعطونا تحية للأمراء والأميرات أصحاب الزي الجميل التقليدي. أسمعونا تحية كبيرة من فضلكم. العائلات التي أتتنا من مختلف ولايات الوطن للاستمتاع بالأجواء الرائعة والأجواء الصيفية التي تشهدها ولاية تلمسان. إذن رسم الابتسامة على وجوه ومحيا الكثيرين ليس بالأمر السهل وليس بالأمر البسيط. هو فنان من فناني ولاية تلمسان الذي دائما يبدع في رسم الابتسامة ورسم الفكاهة وسط الحضور الكريم. الفكاهي حماني يوسف، رحبوا معي بالفكاهي حماني يوسف الذي سيسافر بنا في وصلات فكاهية وسيرسم الابتسامة على جميع الحاضرات والحاضرين معنا. حماني يوسف، تحية للجميع لحماني يوسف. Thank you.
نفسه. هادو العرايسات ولولو لنا عليهم
مش قاعد اللبسه وما زبانوا يا قاعد تقولي صحتكم ان شاء الله تاع الصح كما تعرفوا.